نرجع لكم مشاهدينا حد مواعدكم مع تيبس. واليوم بدي احضر ارانجمون لباك. لقينا فكره مهضومه كثير. اول شيء بدي اشكر فلور ادونيس على الفكره المهضومه اللي قدموا لنا اياها والازهار كمان. هولي منجيب عملنا بعز مثل عش العصفور. اوكي. هولي بيسمون مثل اللوز منلزقهم بالجلوغان. مش أنا عملتهم هولي. منشكر جورج من فلوغ أدونيس يلي عملنا البعز. نحن هلأ بدنا نحط زهور. بقى فيكن تطلبوا منه يعملكن البعز وانتو كمان تنقوا الزهور ترجعوا تحطون. هالسنة عالموضة كتير لون الموف. بقى جبت توليب موف. بدنا نقصهم بعد أكتر تنعمل أرانجمون مهضوم بهالشكل. بدنا نشكشكون. صح عشكله شكشكله. ميرسي رنا. فوالا. ميرسي رزق. حبيت. أول شيء بنحطهم على الأطراف بهالشكل. وجبت كمان زهرتي المفضلة بهالسيزن فريزيا. بنقصقصهم بنحطهم بالنص. بحب ريحة الفريزيا كتير. رزق شم. طيبة ايه؟ ريحة ما هيك؟ جبت كمان فريزيا جون. بدي كمل مع التوليب. نحطهم كلهم على الأطراف. اوكي. اوكي تاتيانا اوكي. لا من قبل مين؟ اوكي. بنوجه تحية لسليم عم يحضرنا بالسعودية من رنا. واو واو واو. فوالا. يوم نهار جمعة كلهم مفرسين. فوالا. هلا بدنا نشكشك فريزيا بالنص. بعدين بدي ارجع احط عركش شوي بعد. الشكل ارانجمون كثير بسيط كثير هين. اول شيء بنشكشك الزهور نرجع بنحط. فوالا. نعمل كم نيفو. هلا بدي احط فريزيا جون.
شويه طوميون. ارانجمون لاباك من التوليب والفليزيا. حاسس هون اخر شيء شكشكون بسهوله. فوالا فوالا نديرها بعد عندنا كم وحده. اهلين كاتيا، جيت من تحت بس لانه كثير حلوه الارانجمون اللي عم تعمليه، جيت اتفرج عليه عن قريب، خاصه انه هولي الواني انا هالسن عن جد. هيدا لوني وهيدا إيه؟ لون جوزي، هو الوان العرس كانوا. شو رايك؟ عن جد شو حلو. مش معقول شو طالعين حلوين، يا ريت كنت وقتها. يا ريت. بس كنت بس ما كنت عم تعمل زهور. انا كنت كنت عم بعمل زهور صح. كثير كثير طالعين حلوين. انا ما كنت بعرس كاتيا، كاتيا كانت بعرسي. كانت بهالفترة. فوالا. كثير حلوين، كثير شوال نوع الوردة وشوال اللون حلو، اثنيناتهم يعني. هيك ولا عم تاخذوها؟ والباز عملنا الباز بشكل عش العصفور لانه كثير لاباك الفكره، وجبنا توليب موف وفريزيا. انا كثير بحب هالزهره لانه بتطلع ريحه كثير حلوه بالبيت. فريزيا موف وجون، وبعدين كلها شو اسمه توليب بلوتو اوبرجين، مش موف ولا ليلا. بقى فكرة مهضومة وخفيفة ونظيفة، فينا نحطها كأرانجمان على طاولة باك. كثير حلو. فوالا، هيدي كانت فكرتنا لليوم مشاهدينا. كمان مرة بشكر فلور أدونيس للزهور وللفكرة. بريك ومنتابع.